رسالة سيد جوع الياسري، الناجد أكبر واحنا، وإذا قادر عليه عمي شايف ألف خير، لأن جزعنا وملينا من تقعد لجنة المولدات، لجنة السراق والحرامية، وتقعد بكيفها وتسعر الأمبير ب9000 دينار، وأنت منتحضر شامل، والناس قاعدة ببيوتها، لا شغل لا عمل، والموظفين لحد الآن ما مستلمين رواتب، مين يجيب الفقير؟ قل لي يروح يبوك حتى تذبونه بالسجون؟ قلوا لي عم الفقرة مين يجيب؟ مو الناس جزعت وملت. سولف لي على الياسري، انت مو محافظ، مو ساب روحك ذاك يوم الناس راحت عليك مظاهرات، قمت تصيح انا ابن النجف وانا اخوكم وانا خادمكم، وين ذاك حتشك؟ سولف لي، الناس ملت وجزعت، الله ما تخافه، الناس ما عاد لقمه تاكل، وانت الامير 9000 دينار، والله العظيم يا لؤي الياسري راح تشوف من عندنا شيء ما راح يرضيك، وابطال النجف ما تقبل بالذل وما تقبل بالعار، يوميا مصدرين قرارات مجحفه بحق المواطن النجفي، والمواطن النجفي ساكت، لا والله ما ندنق لكم ولا نرضخ لكم، وراح تشوفون شيء ما يرضيكم اذا ما نزلتوا تسعير الامبير وسويتوا ب 5000 دينار، لان الناس ما عدا وملت، الناس جزعت، لا كهرباء لا وطني لا مولده، شنو انتوا الله تخافونه؟ ما بيات انتوا؟ عم رحموا العالم الفقر رحموها؟ صدق شنو بتشون انتوا؟ وباكر انه وقفه اتجاه هذا الظلم اللي تعرض له المواطن النجفي، وان شاء الله